وجهتنا اليوم إلى أهم الكنوز الطبيعية في دولة الإمارات، محمية القرم بخور كلبان. خلكم وياي وإن شاء الله راح نستمتع مع بعض. يا سبحان الله من شجرة القرم، شجرة غريبة وعجيبة. أنا اليوم اكتشفت أن هذه الشجرة فعلا لها دور أساسي في الحياة. تعتبر شجرة القرم هي رئة الأرض، وتعتبر هي اللي تصنع لنا الأكسجين، لأن هي تسحب ثاني أكسيد الكربون وتمدنا بالأكسجين. وتعتبر شجرة القرم الشجرة الرئيسية اللي هي تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتمدنا بالهواء النقي. فوائدها غريبة وكثيرة وعجيبة ومهمة جدا جدا جدا. وشجرة القرم بعد لها ميزة جدا جميلة ومهمة، إن هي تتغذى على المياه المالحة وتنمو حواليها الطحالب، والطحالب هذه أيضا تعتبر وجبة غذائية رئيسية للكائنات البحرية. محمية القرم تعتبر البيئة المناسبة للطيور المهاجرة والموسمية، بحكم أن المحمية توفر لها البيئة جدا الجميلة والمناسبة والملائمة للتعايش والتكاثر فيها. طبعا لما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة أمر أن تكون منطقة القرم يحولها إلى محمية، أنا لاحظت فرق كبير. يعني أنا جيتها يمكن قبل 10 سنوات أو 15 سنة، ما أتذكر بالضبط، ولكن لاحظت فعلا في فرق. لأن ذيك الأيام لما كانوا الناس يجون هني كانوا يجوا الاستمتاع ويشوفون المكان ويستمتعون فيه، بس في بعض الأمور اللي هي مهمة جدا كانت تغيب عن بالهم. لما قامت المحمية وصارت في إدارة موجودة تدير العملية بشكل نظامي، ابتدوا السياح لما يجون هني يعرفون شو الأشياء اللي موجودة هني أو شو المميزات اللي موجودة في محمية القرم. وهذه أعطت فائدة، أول شيء جدا علمية، وثاني شيء خدمة للطبيعة والحفاظ على الكائنات البحرية والحية في هذه المنطقة. طبعا إذا بغيت أتكلم عن منطقة القرم قبل لا تكون محمية، أنا كانت لي فيها ذكريات وايد جميلة للأمانة، ذكريات لا تنسى أبدا. طفولتي كانت في هذه المنطقة، أذكر مكان مكان شبر شبر. كنني أنا والأسرة أحيانا في أوقات الإجازات نتجمع كلنا، نجيب أغراضنا، كنا نقعد ونعيش فيها لحظات لا تنسى. تشوف الطفل يسبح وتشوف الكبار قاعدين يسولفون وسوالف الأولية، وكنا قاعد دائما ومستانسين فيها، وكنا نشوف العالم تهب عليها من كل مكان. لكن اليوم فعلا حسيت بالفرق الكبير اللي كان ما بين قبل واليوم، وجودها كونها تصير محمية. فعلا نظرة سموها كانت نظرة حكيمة وسديدة في نفس الوقت. طبعاً أنا بعد أحد الذكريات اللي كانت موجودة عندي، يمكن أنا كنت أسبح في منطقة قريبة من هذه المنطقة، تقريباً الجسر أول ما ندخل منطقة القرم كنا نعبر من المنطقة هذه سباحة للمنطقة الثانية، فكان الوقت قرب على وقت المغرب. فاللحظة هذه كان يبتدي البحر يمد، لما يمد يكون التيار جداً قوي داخل المنطقة هذه. فلما جيت أعبر المنطقة هذه اتبهت ان الماء يبتدى يرتفع بنسبة اكبر. يعني قبل كنت يا يمكن يكون الماء لين الصدر، قلت يلا خلني اغامر، يلا يا عبد الرحمن اقطع تراك تقدر، حماس شباب كذي. يعني فجأة اكتشف ان المنسوب المياه وقت مد البحر قام يمزر، وابتدى التيار تحت يمشي بشكل وايد قوي. فكان احد اصدقائي معي ما شاء الله راعي بنية وجسد، يعني حواليه كان واقف ويتحرك معي، قال لي عبد الرحمن انتبه ترى تسمونه المايه ابتدت تقوى بشكل اكثر يعني. فقلت له ما عليك الامور طيبه، انت جدبني انا وراك. قال لي تروحك ضعيف يا ريالي، بيشلك اللي يسمونه التيار بيعقق داخل القرم وما بحصل. قلت له لا ما عليك تجدم انت. فهو كان حذر، كان قريب مني. فلما ابتديت اعبر اكثر واكثر، سبحان الله من قوه التيار شلت ريولي من تحت وخلى التوازن عندي، وفجأة أشوف اللي هو يقبضني من إيدي وتميت متمسك فيه. خذت العافية ما شاء الله، يعطيه الصحة والعافية ويذكره بالخير، يسحبني شوي شوي، يسحبني شوي شوي لين ما ابتدينا نطلع من منطقة الخطر. الحمد لله عدينا، وأقول الحمد لله الله عطاني عمر عشان كذا أقول لكم
القرم لذكريات فيه لا تنسى، وبعدنا بنكمل جولتنا في منطقة القرم ونسترجع الذكريات اللي هي خاصة فيني ونشوف فيها المعلومات اللي موجودة في محمية القرم. يلا خلكم معاي وإن شاء الله راح نستفيد. بالإضافة لمحمية القرم تم إنشاء محمية خاصة بالطيور البحرية، وسبحان الله تم إنشائها بأعلى المعايير وبدقة علمية كيف تتكيف هذه الطيور في هذه المحمية. أنا اللي لاحظته فعلا الطيور الموجودة في المحمية هني يعني مستواها الصحي بشكل جدا ممتاز، مهتمين في الطيور أول بأول، وحاطين لك في نفس الوقت هذه اللوحات الإرشادية تعطيك نبذة عن هذه الطيور. واللي قريته عرفته من هذه اللوحات ان الطيور المتواجده في هذه المحميه الخاصه بالطيور البحريه انها كثيفه الريش، انها تعيش عمر اطول من باقي الطيور، وايضا انها هي قليله التكاثر يعني بس لكن عمرها اطول مثل ما قلت قبل شوي. طبعا الطيور هذه تعتمد في صيدها على الكائنات البحريه وتم توفيرها ايضا في المحميه، والطيور هذه فيها ميزه انها تقدر تفترس فريستها فوق سطح البحر او في العمق، يعني سبحان الله عشان تعيش تاخذ عمق البحر وتاخذ فريستها وتطلع لاجل البقاء. سمعنا وعرفنا عن هذا المكان وفي مكان اجمل، يلا نروح نشوف. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الرحمن في محميتنا، محميه خور كلبا لاشجار القرم. مرحبتين يا اختي ميثا، يعطيك العافيه. واليوم انا سعيد جدا بتواجدي معاكم هني، وانا اسعد اكثر لما اشوف بناتنا موجودات وتكون باحثه في مجال البيئه، وهذا شيء يسعدنا ونفخر فيه. وانا سعيد جدا بالمحميه، يعني لاحظت عليها فرق كبير جدا ما قبل انها تكون محميه وما بعد انها هي صارت محميه. ممكن تكلميني شو الاشياء اللي انتم قمتوا فيها واللي قاعدين تدرسوها او اللي قاعدين تسووها الحين في الوقت الراهن؟ طبعا محميتنا محميه خور كلبا لاشجار القرم محميه زاخره جدا بالحياه الفطريه والكائنات الحيه الفريده من نوعها والنادره عالميا مثل الطيور الاسماك والسلاحف. لكن اهم موروث بيئي ممكن ان نحن نشوفه في محميتنا هو غابات اشجار القرم الفريده من نوعها، واللي يبلغ عمرها حوالي اكثر من 300 سنه، ولذلك نحن نصنفها دائما تحت مسمى الغابات القديمة. اللي عرف أختي ميثة أن أشجار القرم تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. معلومة صحيحة 100%، والسبب في ذلك أن غابات أشجار القرم تمتص وتخزن كميات كبيرة حتى تصل تقريبا إلى 95% من كربون يسمى بالكربون الأزرق. هذا الكربون يساعد أن يمتص الغازات السامة من الجو والمعروفة باسم مركبات الكلوروفلوروكربون اللي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والارتفاع الحاد في درجات الحرارة. يعطيك العافية أختي ميتة على الجهود كلها اللي قايمين عليها وتشكرون عليها للأمانة. بس عندي سؤال أخير، أو أبغيك تحددي لي وجهة، وين ممكن أوصل لطائر الرفراف؟ هذا هو أمامنا، قفص طائر الرفراف المطوق العربي. شكرا يعطيك العافية وموفقين خير إن شاء الله. ربي يعافيك. حياك. شكرا. احنا الحين في نقطة وايد مهمة، يعني بالنسبة لي تعتبر جدا مهمة، ما نقلل من قيمة كل الأقسام الثانية اللي شفناها، ولكن كنت حتى تشوف إحساسي في الكلام متغير. احنا اليوم أمام 140 طير فقط لطير الرفراف، شيء مخيف ان هذا الطير فعلا مهدد بالانقراض. يعني المحمية لما قامت كانت الأعداد في البدايات جدا بسيطة، لكن على مدى الفترة اللي قامت فيها المحمية زادت أعداد الطيور ولله الحمد لـ 140 طير فقط. معلومة تخوف، يعني طير مثل هذا لو ينقرض يعني شيء خسارة للبيئة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كل شيء يكمل شيء، والحمد لله
بوامر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه بإنشاء هذه المحمية، نتيجتها أن الطير من الطيور اللي كان ممكن ينقرض أعطانا أمل للحياة مرة ثانية أنه يتواجد مرة ثانية ويتكاثر بشكل أكبر. وفي بعض المعلومات اللي أنا عرفتها عن طير الرفراف أنه يبني أعشاشه على أشجار القرم، ومن خلال الأشجار هذه يتغذى عليها. وفي معلومة أيضا جدا مهمة عن طير الرفراف، أنه يتميز الذكر عن الأنثى، أن الذكر يكون شكله أو لونه أجمل من الأنثى. طير مهم، يعني لو نلف الكون كله ما نلاقيه، وين نلاقيه؟ نلاقيه هني في محمية خور كلباء. وجودك أنت هني راح تشوف أهم طير مهدد بالانقراض. طير مثل هذا أنت لو تلف الدنيا كلها والكون كله ما تلاقيه إلا هني. من بعد محطة طائر الرفراف أكمل جولتي لباقي المحمية. مثل ما قلت لكم جولتنا للحين ما انتهت. الحين لو تسألوني أنا وين موجود؟ موجود في البركة الخاصة بالسلاحف، محمية خاصة بالسلاحف. طبعاً على كوكبنا هناك 7 أنواع من السلاحف البحرية، وتتواجد هنا في محمية القرم 4 أنواع، منها سلحفاة زيتونية وضخمة الرأس ومنقار الصقر والخضراء. طبعاً السلاحف هذه مهيئين لها البيئة المناسبة اللي تعيش فيها وتتغذى على الطحالب البحرية، على الإسفنج، على الأعشاب، ومهيئين لها مثل ما قلت لكم الجو المناسب الجميل. طبعاً جولتنا ما انتهت لهني، خلكم معنا. ممكن تكلمينا عن هذا القسم شو اللي يكون موجود فيه؟ القسم فوق المادية هو القسم تقدر تشوف سمكة نطاط الطين، تشوف أكثر شيء عن السرطانات البحر. عندك سرطانات البحر مثل سرطان الناسك، عندك سلطعون الطين، وعندك سرطان الطين الأخضر، وعندك سرطان الكماني. طبعا هذه السرطانات مشهورة في بحر القرم اللي معروف محليا بالقبكو. وعندك في هالقسم تقدر تشوف معلومات عن أشجار القرم. وبعد آخر شيء في آخر حوض لهذا القسم بنقدر نشوف سحلية بلانفورد الأربع أصابع. أختي عهود يعطيك العافية على الجهود اللي قايمين عليها في هذا المركز. طبعا احنا سمعنا عنك قبل لا نوصل هني، أنت والخوات اللي موجودات والقائمين على هذا المركز للأمانة ما مقصرين بأي شيء. طبعا الحين أنا قدامي جولة لازم أكملها وأقول لك يعطيك العافية. حياك الله معنا أستاذ عبد الرحمن. وصلنا الحين معاكم في القاعة تحت المادية. طبعاً هذه القاعة بنت بأعلى المعايير حتى أنهم يوفروا البيئة المناسبة للكائنات البحرية اللي موجودة هني. وقبل لا ندخل هني حتى كانت في توصيات من إدارة هذه القاعة أن إحنا ما نفتح الإضاءات بشكل كبير أو فلاشات حتى إحنا ما نضر الكائنات البحرية المتواجدة عندنا في هذه القاعة. طبعاً نوعية الأسماك اللي موجودة هني جميعها محلية ومتواجدة بكثرة، ولكن هذه الأسماك متواجدة هني أنها تتغذى على جذور أشجار القرم. والأسماك اللي في الحوض الثاني تعيش ما بين الشواطئ الصخرية. طبعا في معلومة جميلة أبغي أقولها وجدا مهمة وتمتاز هذه القاعة فيها. أنا من الناس اللي غصت البحر، ويعني طبعا في ناس ما غاصوا البحر ما شافوا جمال الطبيعة داخل البحر، لكن اللي بيشوف ويحس إحساس أنه دخل داخل البحر وشاف الطبيعة الجميلة اللي موجودة في البحر يشوف هذا المكان. سبحان الله نفس المنظر اللي موجود لكل شخص يغوص في عمق البحر هني، يعني ركبوا لك التركيبات اللي موجودة من تفاصيل كأنك أنت عايش في
قعر البحر، يعني كأنك أنت في عمق البحر بالضبط. أحد الأحواض اللي مريت فيها قبل شوية هناك شفت هناك قنفذ البحر. قنفذ البحر طبعاً يمتاز بأشواك حادة وطويلة وسامة، الله يبعدكم عنها يعني، وخذوا حذركم لما تنزلون البحر. أما النوع الثاني هو الخيار البحري الرمادي، طبعاً هذا مو موجود في أي مكان تم اكتشافه هني في محمية القرم في خور كلباء. بعد احدى المعلومات المهمه اللي لازم انتم تعرفوها ان المركز هذا تصمم على شكل الهيكل العظمي لقنفذ البحر. والحين انا بترككم عشان اكمل جولتي، وانتم ان شاء الله لكم ضيف جديد راح تستمتعون معاه مع وجهه جديده. حياكم الله.